السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. طبعا معنا اليوم ضيف هنلتمس معه مع أنس العباس، ضيف حبيب وغالي علينا. كمل حبيب وغالي علينا، إن شاء الله نلتمس مع أحلى لقاء. عرفنا بقى. أول شيء أشكرك على الترحيب اللي فيه التماس من بدري. أنس العباسي. طبعا أنا عندي سؤال لأنس، كيف توصلت للنادي؟ والله صدفة يعني. أنا ما أركب فيها، ما أعرف إيش أنفاق. هاك يا شباب، أنتوا أنا والله ما أعرف إيش فيها، لا تجيب لي كاسة، أوكي كملوا، قولوا لحالكم. كيف توصلت للنادي؟ هي قصة يعني حقول على السريع؟ قول على السريع. عندي أخو اسمه معاذ، يحب السرعة ويحب القوة ويحب الأشياء هذه، واتفرج يوم مسلسل كرتوني اسمه كابا مارو. قديم. ويبغى يصير زي كابا مارو، وقاعد يدور في جوجل تمارين سرعة وتمارين قوة، تمارين سرعة تمارين قوة، تمارين مرونة تمارين. جاته صفحة تمارين المرونة في موقع كابتن عبدالله. دخل على الموقع وسكت، ما قال لي أحد. يبغى يصير نينجا لحاله يعني. ندق. معاذ هم اللي يتكلموا عليك مو انا. ايه؟ بعدين احس انه الحاله صعبه، يروح لازم يقول لي احد عشان يعني تساعده ويقدر يدبره كيف يوصل من مكه لجده. قام قال لي مين؟ ما قال لي انا، قال لي سليمان. يعني تعرف انا اكبر واحد ففي تنافس يعني بيكون احسن منه. قال لي سليمان، وصاروا مخبين الموضوع هو سليمان شهرين يمكن. بعدين حسوا انه ما في امل، لازم انا اللي اوصلهم يعني. قام قالوا لي طيب خلاص، وشفنا الموقع دخلنا وتفرجنا. المهم الين جاء اليوم اللي اتصلت في الارقام في الموقع وجيت. مين رد علي؟ اول مره رد على الحاتم. صرفني. صرفك؟ ها؟ اي والله صرفني. ايش قال لك كذا انت ايش قلت له يعني اول ما كلمته ايش قلت له؟ قال له هذا محل الدجاج. لا دقيقة، لا هذا محل تصيير السيارات. دقيقة، لا دقيقة، ابغى بالتفصيل. والله ماني فاكر التفاصيل بالضبط، بس فاكر اني تصرفت وطلعت ادق على هيثم. هيثم اعطاني الهرجة، ولكن هيثم ميزة كلامه يعني يعطيك المفيد بس ما يعطيك اكثر. حلو. يا ابيض يا اسود. حلو. والله اخذت المفيد وجيت كاني فاكر انه قال لي بعد تسعه لا تدق علي. تخيل لي مكه على الحرسات، ايام كان نادي الحرسات. والله لفينا 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 ادق على ما في، خلاص بدا التمرين. لين لقينا مكان وفي ناس مجمعين الظاهر عمال وشي، وفي شباب سعوديين جالسين على جنب. تعرفوا مكان هنا حق تمرين كذا 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 كذا، هنا في واحد من الفين واحد دور هناك واحد. المهم وفي بالي انه ايش يعني كذبه، والله طلع صادقين بالفعل يعني طلع فيه يعني. هو ما قال لي اسمه اصلا، هو تعرف انه هو يعني. والله وصلنا من هناك بدات. طيب يعني يوم وصلت للنادي وشفت الاجواء وشفت التمارين، ما خفت ولا يعني ما قلت هي صعبه او هي؟ انا ما انسى اول يوم يعني، خصوصا اول يوم في التمرين ما انسى. كنت انا معاه، انا مع اخوي. وكان في رهبه، كان في اول شيء المكان يخوف. يخوف. المكان يخوف. ودخلنا على كلمه ريو صوت عالي يعني اول مره. والشباب كلهم لابسين اسود، شيء وضع يعني يعني في رهبه، في رهبه. انا متوقع نادي وصاله ولمبات وفي مسبح وفي وغرف تغيير من الملابس. يعني شفت شيء غير اللي انت كنت متخيله.
طبعا انا لاحظت ان اخوك معتز وقف تمرين معاه وقف تمرين انت مستمر يعني ايش اللي والله معاذ اللي وقفوا نفس اللي وقف ناس كثير انه يشك في نفسه او يشك في الفن اللي قاعد يتمرن عليه بسبب انه قل التركيز في التمرين الافلام اعطت انطباع او الافلام بالذات افلام كرتون خصوصا في كثير رجع يعني على بالهم انه حيسوي الاشياء اللي شوفوها متخيلين انه حينقذ نجمه السماء وحيمسك النجمه. طيب انا عندي سؤال انس، طيب في دحين انت كم لك هنا في النادي؟ 4 سنين ونص. ايش استفدت؟ اللي عرفني قبل ما اشترك في النادي واللي عرفني اليوم. من يوم ما تسجلت لنا الان ايش استفدت من اللعبه؟ ما هي لعبة. انا اشوفها يعني الفن استفدت من هذا الفن. من هذا الفن. انا اسف استاذ عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله. من هذا الفن يعني انا ممكن غلطت في التعبير. اوكي بدل التماس. ماذا استفدت يعني من هذا الفن من يوم ما دخلت النادي الينا الان؟ ما ابغى اختصر ولا ابغى اطول، يعني ابغى اجيب كلام وسط يعني يكون كلام. فاقول لك اللي عرفني قبل النادي واللي عرفني اليوم يعرف اني كنت في صفات حتى ما هي في الجنس الاخر، خليني اشرح. خواف، جبان، ضعيف، امر بسهوله، اتعب بسرعه صراحه، ماني فاهم اشياء كثيره من حولي يعني من الحياه، ماني فاهم، غبي مو غبي يعني. انا بصراحه يوم شفتك كان في بدايه علامه استفهام كذا يعني خجول جدا خجول، علامه استفهام منطوي منطوي يعني اذا 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 الشارع اذا مشيت في شارع حتى لو كان قريب من بيته وفي انسان جالس شكله غريب، شكله مو طبيعي، شكله اي شكله مو نفس شكلي مثلا، مو نفس لبسي، مو نفس شكلي، مو نفس الاشكال الطبيعيه اشوفها في المسجد مثلا في المدرسه، ما امشي في الشارع او امشي اذا كنت مضطر مره طالع من غير طالع جنبي وطالع خايف عقد في عقد كثير. طيب انا عندي سؤال لعبد الله، ايش السبب العقد هذا عند الناس؟ والله شوف بما انك تسالني تختلف من انسان لاخر يا فهد، عارف؟ في ناس يخافوا من الظلمه تمام لانهم ما عاشوا، في ناس يخافوا من الغريب فهمتني؟ وفي ناس يخافوا من المجهول تمام؟ وفي ناس يخافوا من الخساره فهمتني؟ وفي ناس يخافوا من الصراخ لما حيصرخ في وجههم، ناس يخافوا يعني من كلام من الاشاعات يعني نم نم سعري بابح هذه نم نم سمعناها كلنا سمعناها. انا افتكر من الناس اللي كنت ادور له ابغى اشوفه عارف. طيب انا دقيقه استاذ يعني ابغى اسالك كيف الواحد ايش يبعد بالمواجهه يعني عارف. بدون ادمي ما له يعني ما يحب التمرين. أوكي. ما يحب بس يبغى يشيل. فهمت سؤالك. انا عندي ولد مثلا أيه. انا مثلا عندي ولد، ولدي يخاف من الظلام، كل ما مثلا بحطه في الغرفه اطفي النور يقعد يبكي. ايوه واشغل النور. اوكي ايش بسوي؟ تعرف بحطه فاخذه وامشيه في مكان مظلم تمام، ولد يبكي لحد ما ينفجر تمام، لحد ما يعرف ان الظلام هذا ما يخوف. اوكي واحاول احط له اشياء، طبعا ما احطه في الظلمه، حتى اسكت قلبه تحت يعني فاهم انه قلبكم بجنبه تمام ولا لا، واحاول احببه للظلمه، احط له اشياء هو يبغاها، اشياء هو يحبها، احكي حتى لو اضطر في ناس يقول لك كذب ابيض وكذب اسود، كذب ما ادري ايش، وكلها في تخدم عزرائيل وابليس، في كذب ابيض، في كذب ابيض، اذا كان هذا بيساعد ولدي ولا اذا بيساعد، لانه يسموه ابيض يسموه اي شيء، اذا كان الكذب هذا بيساعد ابني ولا بيساعد بنتي ولا بيساعد اخويا ولا بيساعد هذا على انه يتخطى مرحله صعبه في حياته، اوكي حنطرق. اوكي انما الاعمال بالنيات، انا نيتي اني اعالجه وليست نيتي اني اكذب عليه واوديه للمصايب. اوكي فاذا انا حكذب عليه في اشياء حلوه انه احببه في الظلام، حتى لو كنت اختلق القصص واختلق الاوهام واختلق الحاجات اللي تعشش في راسه حتى تستبدل
الافكار السلبيه اللي في راسه، تمام ولا لا؟ انه تجاهل الظلم وتجاهل اي شيء، اي شيء خاف. يعني انا اتكلم عن نفسي، انا كنت اخاف من اشياء مره صعبه، مره صعبه، فاهم؟ تتخيل انه انا اخاف، عرفت؟ تعرف اخاف من ايش؟ حاجتين الى يومك هذا اخاف منها، المويه البارده والجوع. هذول الاثنين لا تقربهم مني. طبعا اعتراف. لا لا، في موقف حصل طبعا كابتن عبد الله على الجوع. طبعا كابتن عبد الله راح مطعم من الجوع، الجوع الزايد، من الجوع الزايد. من الجوع الزايد خلاص ما عاد في مجال، لو يلهم اي شيء قدام. المهم في المطعم الكابتن اكل اكل اكل، مو لحد الشبعه، تعدى الشبعه يعني من الجوع جعان. مين ينام وهو ياكل؟ نام يعني، نام على الصحن من الشبعه الزايده، نام على الصحن. العالم مستغرب، يشيلوه حزون، يشوفوا النبض ما، قالوا الآدمي سمم ولا ايوه سمم ومات. صحي على الهلال الاحمر، على الدوريات، على ذا والرز هنا. الرز هنا وفي كل مكان. استغرب ايش فيه يعني، ايش فيه؟ كيف ايش فيه؟ تكيفك يقولون. انا ايش فيه؟ يعني مستغرب يعني، هذا بحد ذاته الجوع. ايوه انا اقول لك، انا اديهم الهرجه يعني عشان يعرفوا، ما يلوموني يقولوا لي احد يناوم. انا كنت اتمرن من قبل صلاه الفجر، من قبل صلاه الفجر الى ما قبل او تقريبا على صلاه الظهر، تمرين متواصل قرابه 7 ساعات ولا اكثر. اوكي يعني تو ابغى حالي تدخل بطني من الجوع، ابغى اعوم، فهمت علي؟ ذيك الايام فاهم، كنت تعرف قديش كان تمرين مستمر، تمرين بدون توقف. المهم ما صدقت القى المطعم، انا راجع البيت وقف، ما بذكر اسم المطعم، دخلت فيه. عارف، فطلبت صاحب المطعم، يعرفني طبعا، قرايب جيران يعني. المهم وحط لي من الاكل، وش تبغى؟ قلت له حط هذه، اجيب لك هذه، جيب، اجيب لك هذه، جيب. طيب تبغى ما ادري ايش اسمه، احط لك ما ادري، جيب. حتى اشياء ما اعرفها، المهم جيب بس حط، خلينا اكل بعدين، اللي يزيد واحد ياخذ. فجالس اكل اكل زي ما قال لكم. ما ادري بعدها، ما ادري، انا من النوع الفادي يعرفني، يمكن انس يعرفني، اذا اكلت زياده عن اللزوم اوكي ابدا انعس، تمام، انعس انعس خلاص، وبالتالي صرت ما اكل، دائما اخذ على شواطئ، فاهم؟ وكيف نلاحظ انه في شطحه، اوقف شويه لحد ما تروح النعاسه، بعدين ارجع اكل. المهم نمت على فجاه جو ناس بلغوا، شافوني نايم على الصحن، وقالوا انا ما نمت نومه كذا، انا على وجهي عارف، وجهي على الرز. جاء اتصلوا الناس مدينة بالحقين المدري الهلال الاحمر مدري، جو قالوا هذا ميت، هذا تسمم ومات على الاكل. بعدين قالوا ناس يبغوا سووا تحقيق مع حق المطعم، ويحلف ويبكي مسكين، وجو حطه في صباعي اللي هو حق ما ادري ايش هو حق، اي حق التحليل، اي في ناس كل واحد يقول لك هذا عنده صرع، واحد يقول لك هذا مدري ايه، واحد جاء كلهم بدا كل واحد. طبعا الكلام هذا سمعته من الناس اللي حضروا. ما ادري الدكتور شايل يدي زي كذا، بعدين صحيت انا وحاط لي اطالع ايش تصير، مش كل شوي يرد على الموبايل. انا اسف انا اسف. اوكي المهم ايش اللي صار، ماسك سباي وبدا يتكلم وما ادري، ولما شافني صحيت انفجر. متوقعين ميت، متوقعين ميت. بعدين انا مخنوق من الاكل تقريبا، النفس حقي كان صعب. فايش قال لي؟ حاسس بيه يا ابني، حاسس بيه، ايوه تشعر بيه، انت كويس؟ هذا الكلام اللي افتكره. قلت له كنت اتعشى. طيب ايش؟ قلت له كنت نايم. احد بينام كذا؟ احد بينام على الاكل؟ طبعا صاحب المطعم بدا يغطرف وبدا يرقص من الفرح، حس رقبتك انعتق. ايوه المهم طبعا ايش، انا فتحت عيني طالع زين، كل الحواري اللي قدامي واقفين قدام الباب،
الباب مسكرين ودوريات وشرطه وما ادري مين ودكاتره و... ايش يبون دول؟ ما وصل الخبر للبيت؟ يعني توقعتهم وصل طبعا. أوه. انا وصلت عاد لقيتهم خلاص في حاله حزن في حاله حزن ويبغى يشوفوا ايش الهرجه. في ناس راحوا قالوا ترى مات اوكي. فهذا اللي صار يعني. يعني عشان ما حد يقول لي انا نمت كذا زي ما قال فهد بتاثير التمرين وليس بتاثير الجوع. لا يا موريك فهد ربت لك. طيب نرجع لانس. انس انا لاحظت انا اللي الاحظه الان احس ما عدا انس الاول. لا بالتاكيد تغير. فهمت يعني تغيرت الى 180 درجه او زياده ما شاء الله. بدايه انس اول بدايه ما عرفتك فهمت ما كان في بيني وبينك احتكاك صح؟ ما كان في احتكاك، كان بس تمرين. حتى تمرين ما اظنك ما قد سمعت صوت ما ما له حس ولا له خبر. بس تمرين وهو ساكت ضرب الباب ومشى وراح خلاص. انا ما شفته بعد المكان. اول ما جاني التمرين انا اتكلم عن هذا يعني ساحب الشباب كلهم هنا هو اخونا. اجي اقول قرب شويه تعال يعني. واجي انشغل مع الشباب الاقيه هناك منفرد هو شويه اتكلم معاهم ما يردوا علي. يعني انا قلت يا رب حاقد من علي يا انهم كارهيني يا انه في شيء ايش بهم يعني. بعدين يومين ثلاثه اربع احاول اسطيه شويه وهذا واخليه يعد بالعاني يرفع صوتك في اثناء العدد يعني اخلي الشباب يعدون. طبعا هذا فيني عاده يعني لما يكون قدامي شباب ماني تعبان بالعذبه لكن هم خليهم يعدون بحيث انه الصغير يصرخ ويمرن الكبار وهذا حتى تكسبون على الجراءه عارف. طبعا ايام ما شاء الله تبارك الله. ولاحظت بعض الاحيان حتى بعض الاوقات هو يدرب الطلاب. اي هذه يعني انا بس انا حبيت اوصل لبعض المشاهدين انه شوف الفرق. تكلمنا الموضوع ذا تقريبا الحلقه اللي فاتت انه الواحد ايش كان برا وايش كان. هذا من ضمنهم انس. تقول شفت ناس تغيروا كثير في النقطه هذه. ايوه ودحين انا ذكرت النقطه اللقاء اللي فات الان هو انس بنفسه يمكن يتغير 180 درجه. نعم. بس انا عندي برضو ابغى اتكلم عن الاعضاء المنتدى. أنا لاحظت المشاركات كانت في البداية بكثرة. في أنا أتكلم لأبا أعضاء منتدى النينجا يسمع. حتى حاليا أنا أخش ما عاد فيها مشاركات بكثرة. ما عاد في الواحد خلاص إذا كتب موضوع أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع ممكن أشوف له رد من متى لمتى. بس أنا أتمنى من أعضاء المنتدى يعطونا اجابات ليش التاخير. اذا كان في تاخير ولا ده ما في شيء. الواحد جالس في البيت على الند هم يبغون المنتدى يتحرك. بس انا ما لاحظت. اكيد انت لاحظت الشيء ده. عبد الله لاحظ بس ماني عارف. اوكي فهد انا معك في النقطه هذه ومقدر كلامك ومقدر ايضا الاعضاء يعني والانسان عنده انشغالات. يعني الكل يعرف انه بس هم مزودين حبتين يعني مو اعضاء المنتدى. أيه. مو اعضاء المنتدى العرب عامه مزودينها شويه يعني. يقول لك واحد عنده شغل خلاص يقفل على الدنيا وما فيها. ايوه تمام. طيب اوكي انا قبل اقل من شهر تمام ما لي شهر تقريبا متزوج ولا لا اوكي ما زلت بتواجد في المنتدى ما اخذت ولا يوم عن التمرين صح ولا لا؟ صح. بعد الزواج على طول حضرت يعني انشغالات عندي ليش مصادفة ولا لا؟ برضو احضر لا تقول انك فاضي والله ما عندك هرجه وما عندك سالفه يا اخي. في شيء اسمه يعني اوقات تنظيم وقت لك زي ما سأل ربك سأل اهلك سألك يعني معقوله كل يلي الذاكر يلي الذاكر انت بتفهم انك 24 ساعه ذاكر صحيح كمل ساعتين وثلاث كثير اوكي. يلي عندك مشاوير يعني مشوارك 24 ساعه يلي عندك. انا ما ابغاك تدخل على المنتدى كلامي ما هو على المنتدى
انا اتكلم على حياتك العامه يعني في التزاماتك يعني تصد صاحبك ولا تقطع عن مزاوله رياضتك او تقطع عن مدري مين عن زياره مدري اقاربك ولا عن اي شيء بحجه انك انت مشغول. ايش الشغل هذا بجد؟ اوكي اعطي ساعه ساعتين اعطي كل ذي حق حقه اوكي وبعدين كلنا عندنا اشغال حتى الناس يحترموك وانت تحترم نفسك ولكن انت تحترم نفسك وتقدر نفسك وغيرك يستحقرك بعد كذا. لا تروح بعيد معلش وطول شويه في السيارات وانت ماشي يوميا وانت ماشي كل الناس ترى عندهم مواعيد ومهمين انت لا يخشوا عليك يلفوا عليك انت ما عندك شيء فاضي تمام كلهم عندهم مشاوير مهمه انت لا يعني الشارع لك لا يجي يلف عليك هو مستعجل ترى انت مو مستعجل تمام هو عنده دوام انت ما عندك دوام هو عنده شيء شغل عنده اهل مستنيين انت ما عندك اهل مستنيين فبالتالي يخش عليك ويسقط عليك يا بالناس اصبر في غيرك كثير انت مستعجل غيرك مستعجل بس غيرك يقدر يحترم السياقه ويحترم الناس الغير يحترم الناس اللي يسوقون السواقه يعني ذوق وادب وليست انه هماجه شوف شوارعنا كيف صارت زحمه ليه عدم تقدير عدم احترام عدم مراعاه شروط الاخرين لانه الانسان كل واحد احترم نفسه سيحترم ولكن ان لم تحترم نفسك لن يحترمك احد وبالتالي تصبح الدنيا فوضى عندك بس وهي عدوى النقل يعني الواحد يقول ليش هذا يسوي زين بس انا مش سوي كذا انا بسوي زين بس هذا هو يعني انت ماشي دحين خلينا نقول لك ماشي باليمين اليمين يا اخي امشي بهذا يجيك واحد الا يوخرك من هنا عشان يخش من هنا ولا انت ماشي في اليسار اوكي يجي واحد يكشح لك يجي طيب قدامك سياره فين تبغى تروح؟ تمام؟ دين دين وخر 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 طيب نفس السياره قدامي تمام؟ وخر بعدين انت توخر تمام مكانك ده مكانك بس ايش تبغى؟